مهندس احمد فكري محمود، مركز شبكه معلومات جامعه اسيوط. يا ريت حضراتكم لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وتفعلوا زر الجرس وتشتركوا في القناه عشان يصلكم منا كل جديد. سنشرح في هذا الفيديو ان شاء الله الجزء الثاني من تعقيبنا على ملزمه الدكتور خالد البطل في مواد التحول الرقمي والمعرفه باسم ملزمه 19 سبتمبر، وسنوضح في هذا التعقيب ان شاء الله الاسئله التي تحتاج الى تصحيح، وكذلك الأسئلة التي على المقرر القديم والأسئلة التي على المقرر الحديث، وذلك في مادة الإكسل. ونكرر الشكر للدكتور خالد البطل على هذا المجهود، ولكن كلنا نعلم أن الكمال لله. وقفنا في الفيديو السابق في الجزء الأول عند السؤال رقم 179 لإخفاء الصفوف التي نريد عرضها على الشاشة مؤقتا، ولإظهار الصفوف التي تطابق شرطا يتم استخدام تصفية البيانات. قلنا الإجابة دي المفروض حضراتكم خطأ وليست صواب، وقلنا المفروض عشان تبقى صواب يبقى الإخفاء الصفوف التي لا نريد عرضها على الشاشة، عشان هنا قلنا سابقا حضراتكم إنه في هنا مناقضة. إزاي عايز أخفي صفوف وأريد عرضها على الشاشة؟ يبقى المفروض أخفي الصفوف التي لا نريد عرضها على الشاشة، لذلك السؤال ده المفروض إجابته خطأ، ودي شرحناها في الفيديو السابق. هننتقل للسؤال 184 لتحسين أداء إكسل أصبحت مساحة الذاكرة 2 جيجا. السؤال ده حضراتكم من المقرر القديم في صفحة 13. لتحسين أداء إكسل تم زيادة مساحة الذاكرة من 1 جيجا بايت في أوفيس إكسل 2016 إلى 2 جيجا بايت مقارنة بإكسل 2007. ننتقل للسؤال 186. يوجد انفورميشن سند في فايل ريبون. دي طبعا اجابتها صواب، ودي موجوده في المقرر القديم حضراتكم صفحه 15. وحضراتكم قائمه فايل، الفايل ريبون فيها اوامر سيف وسيف از واوبن، وفي عندي هنا الامر اسمه انفورميشن سن. ننتقل الى السؤال 187. ديالوج بوكس لانشر هو سهم صغير يؤدي الى فتح مربع حوار يوفر المزيد من الادوات. دي اجابته صواب حضراتكم، ده موجود في المقرر القديم صفحة 15. مشغلات مربعات الحوار اسمها ديالوج بوكس لانشر. تلاحظ حضراتكم أي جروب لو وصل، لو رحنا في الإكسل قلنا التابوبات تتكون من مجموعات، كل مجموعة حضراتكم فيها مربع صغير أهو على شمال المجموعة من تحت. طبعا دي توقف على الانترفيس بتاع الإكسل، لو كان بالعربي بالشكل ده يبقى السهم ده موجود فين؟ على يسار المجموعة. هذه معايا الجروب بتاع الخط موجود على يسارها من تحتها، ده بيفتح لي مربع الحوار الخاص بتنسيق الخلايا. لو جيت في المجموعة الثانية محاذاة نفس الفكرة برضه، هيفتح لي مربع الحوار اللي اسمه تنسيق الخلايا. خلي بالكم لو الانترفيس بتاع الاكسل بالانجليزي هتلاقوا السهم ده بدل موجود ناحية الشمال في المجموعة هتلاقيه ناحية اليمين. يعني لو حولنا الاكسل بالانجلش حضراتكم من قائمة ملف اختار هنا خيارات، بعد كده اللغة، أقول هنا اللغة الإنجليزية تعيين كافتراضي، يس، اللغة الإنجليزية تعيين كافتراضي، اللغة الإنجليزية تعيين كافتراضي، موافق، موافق. طبعًا لازم أقفل الإكسل وأشغله تاني. هتلاحظ حضراتكم السهم الصغير موجود على يمين الجروب وليست على يسارها لما يكون الإنترفيس بالإنجليزي. هو السهم ده حضراتكم اللي هو الجروب اللي اسمه فونت، لو ضغطت على كده هديني الصندوق اللي اسمه فورمات سيل، أوكي. لو ضغطت برضه في الجروب اللي اسمه ألاينمنت على السهم ده تلاقيه ناحيه اليمين من تحت في الجروب، لكن لو كان الانترفيس بالعربي هتلاقيه ناحيه الشمال من تحت. اداني الصندوق الحوار اسمه فورمات اسل، ده اسمه ايه؟ ديالوج بوكس لانشر. لو حبيت احول البرنامج بالعربي تاني من فايل اختار اوبشنز، واجي هنا اختار لانجوج، بعد كده اختار اللغه العربيه، تعيين كافتراضي او سيت از ديفولت، يس، اللغه العربيه سيت از ديفولت، وهنا اختار اللغه العربيه سيت از ديفولت، اوكي. طبعا لازم برضه اقفل الاوفيس واشغله تاني. او لازم اقفل الاكسل واشغله تاني. هتلاقي الديالوج بوكس لانشر اصبح ناحيه ايه؟ الشمال في الجروب حضرتك. ننتقل للسؤال 188. يظهر شريط الادوات المصغر فقط عند وضع المؤشر على نص محدد. طبعا دي اجابتها صواب، وده من المقرر القديم صفحه 16. او شريط الادوات المصغر عند كتابه نص وتحديده فانه سيظهر مربع تنسيق يحتوي على ادوات فوق النص المحدد، وعندما تحرك المؤشر بعيدا سيختفي ويظهر حال وضع المؤشر على النص المحدد. ده اسمه شريط الادوات المصغر في المقرر القديم. يعني حضراتكم انا دلوقتي معايا ملف الاكسل اللي هو اجي احدد اي نص، اظلله كده تلاقي فيه شريط ادوات مصغر ظهر اهو، بحيث ممكن اغير اللون الخط وممكن ايه اكبر ايه
الخط زي ما انا عايز. لو اتحركت بعيد تلاقي الشريط ايه؟ اختفى. يبقى ده بيظهر امتى حضراتكم؟ لما احدد اي نص، مثلا احدد النص ده كده اظلله، هلاقي ظهر لي الشريط ايه؟ المصغره، شريط الادوات المصغره. ممكن اخليه بولد، ممكن اغير لون الخط، اختار اللون اللي انا عايزه، ممكن اكبر الخط، ممكن اغير ايه؟ حجمه زي ما انا عايز، اغير نوعه. لكن لما اجي انتقل بعيد الاقي ايه؟ الشريط الادوات اختفى. يبقى شريط الادوات المصغره امتى؟ يظهر فقط عند وضع المؤشر على نص محدد. فالاجابه دي تمام زي الفل، بس دي على المقرر ايه؟ القديم. هننتقل الى سؤال 191. تتضمن البوابات القياسيه في اكسل ثلاث مكونات رئيسيه. طبعا دي صواب حضراتكم وعلى المقرر القديم صفحه 14. البوابات القياسيه ستاندرد تابس تحتوي ثلاثه انواع من علامات التبويب تابس. هننتقل الى السؤال 195. من الدول الحرفيه بروبر، دي جاوبناه سابقا في الجزء الاول. هننتقل للسؤال 197. يمكن إزالة التكرارات من تبويبة المراجعة. طبعا هنا الإجابة إيه؟ خطأ. طبعا إزالة التكرار ده حضراتكم من المقرر القديم صفحة 54. استخدام أمر إزالة التكرارات remove duplicates في تبويب بيانات data وليست في تبويب المراجعة. يعني لو رحنا الإكسل حضراتكم وجينا في تبويب بيانات أو data، في تبويب إيه؟ بيانات، هتلاقي في أمر هنا اسمه إزالة التكرارات. عشان كده اجابه الدكتور خالد البطل زي الفل، بس من المقرر ايه؟ القديم. سؤال 198. من الدول الخاصه بالتاريخ والوقت سكوير تي، طبعا دي جاوبناها في الجزء الاول. هننتقل حضراتكم للسؤال 201. الضغط على اف 5 داخل ورقه العمل لعمل بحث واستبدال. الدكتور خالد البطل مجاوبها صواب. لا يا حضراتكم المفروض خطا. هنجرب حضراتكم في الاكسل اف 5 بتعمل ايه؟ لو جيت هنا في مصنف الاكسل ضغطت على اف 5 أعطاني صندوق الحواري الانتقال إلى، يبقى اف 5 تستخدم في الانتقال إلى وليست البحث والاستبدال. لو كتبت له هنا الانتقال إلى مثلا كي 20 وأجي أقول له كده إيه موافق، ألاقي المؤشر انتقل لي إلى الخلية كي 20. لكن البحث والاستبدال حضراتكم لو جينا في تبويب هوم الأمر بحث بيقول لي كنترول زائد اف، طب استبدال الكنترول زائد اتش، ولو ضغطت كنترول زائد اف اديني بحث واستبدال. طب لو ضغطت كنترول زائد اتش اداني الامر استبدال. يبقى بحث كنترول زائد اف اللي هي فايند يعني، واستبدال كنترول زائد اتش. يبقى السؤال ده حضراتكم 201 المفروض اجابته خطا وليست صواب. الادوات التي تظهر عند التعامل مع ما تم تحديده تسمى كونتكستشوال تابس. دي جاوبناها حضراتكم في الجزء الاول. سؤال 207 ده سؤال مكرر برضه حضراتكم جاوبناه سابقا، اللي هو سؤال 207 المفروض اجابته خطا وليست صواب عشان الاخفاء الصفه التي لا نريد عرضها على الشاشه. يبقى دي الاجابه هنا المفروض خطا وليست صواب، اللي جاوبناه سابقا السؤال 207 مكرر حضراتكم في سؤال 179. ننتقل الى سؤال 222. يحتوي اوفيس اكسل على اثنين من اشرطه الادوات. السؤال ده حضراتكم من المقرر القديم صاد 16. لو رحنا المقرر القديم كده بيقول لي هنا حضراتكم اشرطة الادوات يوجد اثنان من الاشرطة في هذا الاصدار اللي هو الاكسل، شريط النفاذ السريع الكويك اكسس تول بار وشريط الادوات ايه؟ المصغر. يبقى يوجد اثنان من الاشرطة ده موجودة في المقرر القديم صفحة كام؟ صفحة 16. الاسئلة حضراتكم 223 لتحسين اداء اوفيس ده شرحناه سابقا من المقرر القديم، وسؤال 225 برضه انفورميشن فايل انفورميشن سند في فايل ريبون، وسؤال 226 وسؤال 227 وسؤال 230، دول على المقرر القديم وشرحناهم سابقا. اتمنى من الله التوفيق في تصحيح الاسئله اللي كان عليها ملاحظات. سنلتقي ان شاء الله في الفيديوهات القادمه في تصحيح باقي المواد ان شاء الله. ويا ريت حضراتكم اي حد معاه سؤال في التحول الرقمي يكتب هذا السؤال في التعليقات وان شاء الله ساجيب عليه فورا ان شاء الله. واتمنى لكم التوفيق. نراكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.